أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير، تأتيكم اليوم من داخل أروقة جريدة الأهرام. أهم عناوين هذه الطبعة: 18 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، الرئيس مرسي يلتقي بمجموعة من الفنانين والمثقفين، أيضا خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس مرسي يؤكد دعم مصر للقيادة الفلسطينية، أيضا الرئيس يطالب المحافظين بضرورة التصدي للتسيب في المحليات، وزير التربية والتعليم يقول أن هناك إجراءات حاسمة ضد تأخير الكتب المدرسية. أيضا نقرأ في عناوين هذه الطبعة: خطة شاملة لتطوير التأمينات، 80% من أجر التسوية لأصحاب المعاشات وإنشاء كيان لإدارة أموال التأمينات. أيضا هناك عنوان يقول: إحالة بلاغ أسرة المشير عامر حول وفاته للقضاء العسكري. للتعليق على هذه العناوين وغيرها معنا الأستاذ عبد العظيم درويش مدير التحرير في جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ عظيم. أهلا بك وأهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عظيم. أستاذ عظيم، نبدأ أولا بالعنوان الأبرز في طبعة اليوم من سكرتير التحرير ومتعلقة بنية قطر ضخ مزيد من الاستثمارات السنوات المقبلة. النهارده كان في اجتماع الرئيس مرسي، كان التقى رئيس الوزراء القطري، وكان اللقاء شاهده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وتمت مباحثات بين الجانبين لعل أبرزها أن هناك حزمة من الاستثمارات القطرية سيدفع بها إلى داخل البلاد خلال خمس سنوات، منها ما جرى الاتفاق عليه قبل ذلك 2 مليار دولار، الدفعة الثانية فيها مصر هتتسلمها قبل نهاية الشهر الحالي، والدفعة الثالثة الشهر المقبل، ثم آخر دفعة قبل نهاية العام هتكتمل 2 مليار دولار. أن هناك مشروعات استثمارية مشتركة ما بين قطر وما بين مصر، منها على سبيل المثال أن هناك مشروعا سياحيا. طب جانا خبر عاجل دكتور عظيم، هناك يعني قرار وزاري بتعيين المستشار، قرار جمهوري بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، تعليقك على هذا الاختيار يعني. قطعا يعني، لأن الجهاز المركزي للمحاسبات ظل فترة دون رئيس من الممكن أنه هو يدير أعماله، وهو جهاز يعد من أرقى الأجهزة الرقابية على موازنات الدولة وعلى موازنات الوزارات وغيرهم، وأن المستشار جنينة طبعا اسم معروف ووجه قضائي معروف، فمن الممكن أنه هو مسألة هتبقى فيها نوع من الشفافية أو أكثر من الشفافية. طب إيه أبرز السلبيات التي يجب أن ينتبه إليها المستشار جنينة في الجهاز المركزي للمحاسبات خلال المرحلة؟ إحنا في يعني في فترة نعاني فيها من أزمات اقتصادية، ونعاني فيها من الإسراف والإنفاق الحكومي، أنه من الممكن المستشار جنينة يعني يتحكم في مثل هذه الإنفاقات ويمنع ما يمكن أن نسميه محاولات التلاعب بالأموال العامة كما كان يحدث في الفترات السابقة. وأنه على الرغم من أن المستشار جودة المالت كان يعني يدير هذا الأمر بصورة الجميع كان يشهد لها، إلا أن التقارير التي كان يوردها الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الرئاسة، لأنه جهاز يخضع مباشرة إلى إشراف الرئاسة، كانت توضع في الأدراج، وكان هناك من يحجبها على أساس أنه ما تتمش فتح ملفات المحاسبات، ولولا هذا ما تم لم تكن هناك أموالا من أموال جماهير المواطنين قد أهدرت وقد تم الاستيلاء عليها في أكثر من مرة. نعود إلى العناوين مجددا. يعني مغزى اللقاء الرئيس مرسي مع مجموعة من الفنانين والمثقفين، توقيته لدلالة معينة؟ طبعا بالتأكيد. يعني أنا بعتبرها أن هذا اللقاء، بعتبر أن هذا اللقاء هي رسالة إلى المجتمع بأن الرئيس مرسي وأن الحكم الجديد فيما يتعلق بأنه ذا خلفية إسلامية أنه يقدر الفن والفنانين، وأنا أتمنى أنه يعني
يتحقق ذلك وأنه يكون بالممارسة الفعلية وليس بمطاردة الإبداع والعمل الفني والممثلين و... طب إيه أبرز الحاجات اللي ممكن طلبها من الفنانين والمثقفين خلال هذا اللقاء؟ هو طبعا يعني ما فيش حد أفصح عن مضمون هذا اللقاء بشكل موسع، إنما اللقاء كان ضم مثلا أبرز الشخصيات السينمائية والمبدعين، ولعلي أتذكر منهم مثلا الفنان عادل إمام، محمد صبحي، الكاتب فاروق جويدة، وممثلين يعني فعلا مثلوا أجيال متعاقبة من الفنانين. وده بيرجعنا إلى أن هناك تعتيم حتى على المعلومة، أن هناك طب لمصلحة التعتيم مش عارف يعني إنما هو الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خرج إلى الصحفيين وأعلن في بيان صحفي أنه كان هناك اجتماع يضم عدد من الفنانين وذكر أسماءهم، وأن هو الرئيس تناول في لقائه تقدير جماعة الإخوان المسلمين وتقدير الحكم الرئاسي إلى الفن والإبداع فقط، دون أن يفصح عن تفاصيله في هذا الاجتماع. ننتقل لعنوان آخر متعلق أيضا ربما مرتبط بحركة المحافظين والتي جرت منذ يومين، الرئيس يطالبهم بضرورة التصدي للتسيف في المحليات، هل هذه المسألة يعني مسألة سهلة ولا؟ كلنا جميعا نشكو من حالة التسيب التي سادت المحليات في الفترة السابقة، وإن المحليات ديت أنا بعتبرها المدرسة الأولى للحياة البرلمانية في مصر. المحليات هي أول درجة من درجات الرقابة على الأداء الحكومي. الرئيس في لقائه مع المحافظين كان بيتكلم على ان العمل المكتبي خلاص انتهى، انما الالتحام بالجماهير ومعرفة مشاكلهم ودراستها على الطبيعة هو اللي المفروض ان هو يتم اتباعه في المرحلة المقبلة. طبعا من ضمن الحاجات اللي طالب بها المحافظين هي تعديلات تشريعية تتيح لهم فرصة بالفعل ان هم يحكموا القبضة بعض الشيء على المحليات والأجهزة يعني المحلية. مزيد من اللامركزية مثلا؟ طبعا مزيد ده قطعا ده واضح يعني انا اعتقد ان كانت وزارة الادارة المحلية في اول بداياتها في الستينيات كان اسمها الحكم المحلي وليس الادارة، وهناك فارق كبير ما بين الحكم المحلي وبين الادارة المحلية، لان المحافظ في موقعه في المحافظة هو رئيس الجمهورية وله الحق في ان هو يتخذ من القرارات ما يواجه به مطالب الجماهير دون ان تكون مجرد ودون ان يكون مجرد وسيلة لنقل هذه المطالب الى الادارات المركزية في العاصمة. في خبر عاجل ايضا استاذ عبد العظيم، قرار جمهور ايضا نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لرئاسة الجمهورية وندب الاستاذ محمد بدر الدين رئيسا. هو تبعية الهيئة العامة للاستعلامات كانت تابعة لوزارة الإعلام، إنما الهيئة العامة للاستعلامات لها شقين، شق محلي وهو يتبلور ولا يتمحور في مراكز النيل للاستعلامات والمراكز المحلية في المحافظات منتشرة في المحافظات، وشق دولي هو المكاتب الإعلام يعني في السفارات اللي يصب في المصطفى. أنا بتصور إن هو ده بداية أو خطوة قبل الأولى في تفكيك وزارة الإعلام وأنها تتحول بالفعل إلى مجلس أمناء للإذاعة والتلفزيون، وتفكيك سيطرة وزارة حكومية على مجالات الإعلام وخصوصا الإذاعة والتلفزيون. ننتقل إلى مع اقتراب افتتاح أو بدء العام الدراسي الجديد، وزير التربية والتعليم يؤكد أن هناك إجراءات حاسمة ضد تأخير الكتب المدرسية. يعني هل هذا هو كل تعليقي عنه؟ أن هذا العنوان قد قرأته قبل 20 عاما أو على مدى 20 عاما في كل بداية عام دراسي يخرج علينا وزير التربية والتعليم وأنه لا هناك إجراءات حاسمة في
عدم تسليم الكتب في مواعيدها ولا يتم شيء، وان تجرى التجرى الامتحانات او تعقد الامتحانات وبعض الطلاب لم يحصلوا في بعض المدارس لا على كتب. طب ايضا الكتب يعني ليس هناك ايضا حديث عن المناهج يعني، يعني محتويات هذه الكتب يعني حتى هذه اللحظة لم تبدأ بعد معركة الثانوية العامة. لأن أنا بشايف أن كل وزير تربية وتعليم بيجي وهو يخطط لإدارة معركة اسمها معركة الثانوية العامة، تبقى سنتين تبقى سنة تبقى بملاحق ما تبقاش بملاحق وكذا، كما لو كان وزارة التربية والتعليم يسموها بقى وزارة الثانوية العامة ونخلص يعني مناهج تعدل ونظام امتحانات يعدل ويجرى تغييره. كل وزير من وزراء التربية والتعليم يعني يمكن وانا في الإعدادية كان نفس القصة تيجي على الثانوية العامة ويبتدي تغيير وتدخل فيها كما لو كانت الثانوية العامة ديت هي نهاية المطاف يعني. طب ماذا عن المقال الرئيس المشبوه وباجاته؟ وباجاته ده مقال حضرتك يعني؟ ده مقالي، ده المقال الثاني. انا كنت كاتب الاسبوع اللي فات الرئيس المشبوه، وكنت قايل في بدايته ان هو مش شخص معين انا بقصده، دول 7 مرشحين للمنصب الراقي، والكلام مش كلامي، كلام المستشار حاتم باجاته. انت لا تقصد اشخاص بعينهم؟ بالتاكيد ان الكلام المستشار حاتم باجاته اللي قال في اكتر من مناسبه، وكان اخرها ما في حواره مع بوابه الشروق، ان هناك شبهات تلاحق 7 من المرشحين بحصولهم على دعم واموال خارجيه، وانه لم او اثر ان هو لا يعلن مثل هذه الا بعد التاكد. اذا نحن امام موقف، ده جانب. الجانب الثاني أن قانون الانتخابات الرئاسية والضوابط الخاصة قد ألزمت جميع المرشحين بعدم الحصول على أموال دعم خارجية، وألزمته أنه خلال 15 يوما وأكرر 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات، فأن يقدم كل مرشح تقرير عن الأموال التي تلقاها، تبرعات، ومن أين تلقاها، وكيفية انفاقها وأوجه انفاقها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. إنما حتى هذه اللحظة ونحن اقتربنا من رقم 70 أن تطلبوا بعدة مطالب. أنا أطالب المستشار باجاته، بقول فيها أنا يعني مندهش من حالة الصمت اللي بيتبعها المستشار باجاته. إما إن هو عنده فعلا معلومات وخايف يعلنها، اما ان هو عنده فعلا معلومات ومتحرج ان هو يعلنها، اما ان هو ما عندوش معلومات. وقتها انا بطالبه ان هو يطلع للرأي العام، يعتذر للرأي العام ويعتذر للمرشحين التلاتة. ومش بس كده، ان الهيئة القضائية يجب ان تتعامل مع هذا الموقف لاعتبار ان هو وجه اهانة للمجتمع، وجه اهانة للمرشحين. وبأطالب المرشحين ال13 ان هم يلتزموا بنصوص القانون، واقول ان هم يتقدموا بتقرير الى اللجنة العليا للانتخابات حول ما طلبه منه او ما ألزمهم به القانون. وقتها نعرف بالفعل ان احنا بدأنا مرحلة تحترم القانون ويخضع له الجميع. اما اذا لم يحدث هذا، فانا بعتقد ان احنا قد احترفنا بالفعل سن القوانين والضوابط، هنضيفها إلى كراكبنا التشريعي. شكرا أستاذ عبد العظيم درويش. شكرا. فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الجزء الثاني من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا.
وطني أجمل الأوطان يا اسم الله الفنان، عنوانك تاج في عمري وطني أهلا بكم من جديد مع الجزء الثاني من طبعة اليوم من داخل أروقة جريدة الأهرام. في هذا الجزء معنا الأستاذ هاني عمارة مساعد رئيس التحرير، وأيضا الأستاذ سامي القمحاوي رئيس الديسك المركزي لبوابة الأهرام. أبدأ معك أستاذ هاني. أستاذ هاني، هناك عناوين كثيرة يمكن التعريج عليها في هذا الجزء الثاني من طبعة اليوم. أولها ربما متعلق برئيس البنك الدولي، سيزور القاهرة قريبا. هي دي كان فعلا فيه تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي، وكان فيه لقاء النهاردة مع رئيس الوزراء، وبيأكد على أن رئيس البنك الدولي سيزور القاهرة قريبا، وده طبعا بيأتي في إطار المساعي المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية سواء صندوق النقد أو البنك الدولي برضو لمسألة، لأن أنا أعتقد أن الحوار مع هذه المؤسسات الدولية والمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل هذه المؤسسات بيعزز. هل هناك نية لدى مصر لطلب أيضا قروض؟ أعتقد بالتأكيد أن هما يبقى الحوار بالتوازي مع المباحثات الجارية حاليا مع صندوق النقد، يبقى في برضو مباحثات مع البنك الدولي، لأن أعتقد أن مجرد بدء هذه الحوارات وهذه المباحثات مع المؤسسات الدولية بيعزز عملية الثقة في الاقتصاد المصري. فدي أعتقد هي زيارة رئيس البنك الدولي بتصب في هذا الاتجاه. طيب أيضا نقرأ في هذه العناوين أيضا ربما خبر متعلق بالمحافظين الجدد. الدكتور أسامة كمال، نعم، محافظ القاهرة، يقول سأتبع سياسة الباب المفتوح. يعني أنا الحقيقة أنا يعني عندي عندي كلام كثير فعلا للسيد محافظ القاهرة. يعني ده كلام مستهلك بصراحة، أن أنا سياسة الباب المفتوح، وأن أنا يعني فاتح بابي ومكتبي للجميع والكلام ده. الحقيقة إحنا يعني عاوزين يعني نتجاوز بقى هذه التصريحات المستهلكة، والقاهرة مدينة يعني تمتلئ بالمشاكل الفظيعة. يعني أنا مثلا بتستوقفني مسألة مبادرة الوطن النظيف والكلام ده، الحقيقة اتضح أن هذا وهم كبير. يعني أنا حتى أنا عاوز أكتب مقال اسمه أوهام الوطن النظيف، وأنا بس بدعو للسيد محافظ القاهرة الجديد أنه يعمل مشوار كده على الأوتوستراد أو على طريق الطريق النصر في المسافة بقى من منشية ناصر وانت رابع على حلوان، حاجة غريبة جدا يعني، حاجة كأننا ده يعني يقودنا الى موضوع. لا انا بس عاوز بعد اذنك استكمل ان الناس شالوا عمال النظافة، شالوا اقوام التراب من نهر الشارع وحطوها على الايه على الارصفة، وبقالها ايام واسابيع بهذا الوضع. الله، طيب ما هي مع مرور الوقت هذه الاتربة ستتطاير مرة اخرى على يبقى انت ماذا فعلت؟ فأرجو ان احنا يعني حتى لا تتحول هذه المبادرة الى يعني تتفرغ من مضمونها، ان هو يبدأ بداية حقيقية لنظافة شوارع القاهرة. طب ايضا هناك تصريحات على لسان وزير الصحة يقول ان تم رصد 100 مليون جنيه لتوفير الأدوية والأمن بالمستشفيات. انت عارف طبعا احد المشاكل المستعصية بعد الثورة هي مسألة الاعتداء المتكرر على المستشفيات، وخاصة الاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية، أقسام الطوارئ والاستقبال والكلام ده،
ودي كانت مشكلة كبيرة كده أدت إلى يعني في بعض الأحيان إلى إغلاق عدد من المستشفيات أمام استقبال المرضى، وطبعا المتضرر في النهاية هو كان هناك أيضا نية لوزارة الداخلية لإنشاء إدارة خاصة هو ده هو بالفعل كان النهاردة كان في اجتماع مع وزير الصحة وممثلين من الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الداخلية ان برضو ازاي بقى يتم تفعيل مثلا خطة التأمين. والحقيقة هو فيه هنا حاجة طريفة جدا يعني ايه، ان كان احيانا احد اسباب الاستفزاز للمواطنين والاعتداء على الاطباء وعلى اللي هو عدم توافر الايه المستلزمات الطبية، عدم توافر الادوية. كان مثلا انت رايح بمريض بيحتضر ولا مريض في حالة خطرة ولا مصاب في حادث، وتقول لأهل المريض أنا عاوز شاش ولا عاوز قطن ولا عاوز أي أدوية من خارج المستشفى، فكان تحت ضغط التوتر بفعل الحادث ولا بفعل الحاجة وحرص المواطنين على مرضاهم كان بيحصل نوع من الاحتكاك، وده اللي كان دايما بيولد المسألة الاحتكاك بين الأهالي المرضى والأطباء. ولذلك وزارة الصحة يعني فطنت لهذا الأمر وتنبهت لي، قالت احنا قبل ما نتحدث عن تأمين أمني للمستشفيات لابد أن أنا أوفر أولا المستلزمات الطبية والأدوية حتى هنا أقلل حتى من معدل استفزاز الأهالي المرضى يعني مظبوط. وده الحال اللي لفت نظري في هذا الموضوع يعني. ننتقل للخبر أيضا متعلق بوزير السياحة هشام زعزوع يرحب باستقبال أولى رحلات طيران اسطنبول الغردقة. والله هو في النهاردة بالنسبة للسياحة في حاجتين، إن في برضو التقارير الخارجة من وزارة السياحة بتكلم عن معدل عودة معدل السياحة من دولة زي فنلندا، وهي من الدول اللي هي فيها معدل سياحة عالي لأنها من الدول الاسكندنافية عالية الدخل مظبوط. والسياحة برضو بين مصر وتركيا. أنا الحقيقة راصد أكتر من فترة الأخيرة في فترة خلال الأسبوعين أو الأسبوعين الماضيين في بدأت السياحة، ده برضو يعني هنلاحظ أن ده تواكب مع يعني تصريحات صينية وأمريكية بإلغاء حظر السفر إلى مصر. أنا يعني بدأت أتفائل فعلا، وبدأت بالفعل الأرقام و يعني تعيد الثقة ويعني تعيد التفاؤل إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية. طب شو بقى تفاؤل أصحاب المعاشات؟ يعني هناك كيان جديد لإدارة أموال التأمينات وحصول صاحب المعاش على 80% عن آخر أجر عند تسوية المعاش. هو بالفعل ده في واضح في حزمة التشريعات، يعني أنت عارف أزمة المعاشات في مصر وإزاي حتى الآن هناك يعني فلوس التأمينات زي بيقولوا ضاعت، يعني ضاع دمها بين القبائل، يعني فلحد عارف تفرق يعني 400 مليار ولا تفرق دموها بين القبائل. 400 مليار من ايام وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالي انضموا الى يعني انشطه كثيره، انضموا الى خزينه، لحتى الان ما حدش عارف هذه اموال التامينات هي فين. فهم الحقيقه بتحاول الدكتوره نجوى خليل انها تعيد التوازن لهذه المساله مره اخرى، انها بتحاول تعمل كيان جديد يبقى يشرف على أموال التأمينات، وهذا الكيان يكون تحت رقابة مباشرة لمجلس الوزراء أو رئيس الوزراء. التشريعات الجديدة برضو بتنص على أن يحصل تحسين يعني المعاشات وأصحاب المعاشات، لأن يعني التشريع الجديد بيقول أن الزيادة تتم دوري وليس بقرار جمهوري كل سنة زي ما بيحصل، أو بمجلس الشعب بيطلع قرار في صورة قانون للزيادة، لكن بتقول لك أن الزيادة في المعاشات لابد أن تتم بشكل دوري، وهذا الزيادة لابد أن تراعي مسألة التضخم اللي بيحصل في النقود في البلد، لأن طبعا معروف أن يعني أصحاب المعاشات بيبقوا في أمس الحاجة لهذه الدخول وتحسين الدخول حتى على الأقل يعيشوا حياة كريمة في آخر أيامهم مع الحياة. شكرا زياني. ننتقل لأستاذ سامي للأبحاث وبوابة الأهرام. أستاذ سامي عندك عناوين كثيرة، يعني أهم العناوين قالت أن يعني بوتين يطالب الغرب بإعادة تقييم موقفه بشأن سوريا، وتساءل هل يسود النظام والرفاهية مصر وتونس وليبيا واليمن؟
نعم، بس أستكمل حاجة الأستاذ هاني تحدث عنها اللي هي تأمين المستشفيات، أنه جاءنا منذ قليل أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول بين ممثلين أو مسؤولين من وزارة الصحة والداخلية والتعليم العالي لتشكيل شرطة خاصة للصحة تكون تابعة للحراسات الخاصة لوزارة الداخلية، بجانب إقامة بوابات إلكترونية بجميع مستشفيات الجمهورية للزوار وإعادة المستشفيات العامة والحكومية العامة الحكومية وإعادة ترتيب التصميم الهندسي لبواباتها لتصبح أكثر تأمينا، لأنه البوابات القديمة معظمها بوابات زجاجية وواسعة، فبيحاولوا يعيدوا التصميم بحيث تكون بوابات ممكن تأمينها، وأنه دي هتتعمل بلجان في جميع المحافظات هيبقى أعضاء فيها مديري الأمن وكلاء الوزارة ونقيب الأطباء بالمحافظة. طب ننتقل الخبر بتاعنا. نعم، خبر بوتين الحقيقة الرئيس الروسي، هل هو يعني تهكم ولا؟ نعم، هو الرئيس الروسي النهاردة في حوار مطول بثته قناة روسيا اليوم ردا على مطالبة الغرب لروسيا ببحث إعادة موقفها من النظام السوري ومما يحدث في سوريا، تحدث الرئيس السوري وقال أنه لسنا وحدنا المطلوب أن نغير موقفنا أو نقيمه، وأنه على الغرب أيضا أن يغير موقفه، وبيشوف هو حسب وجهة نظره أنه أحداث الربيع العربي أنه لم تكن أحداثا هادئة، وإن هي جرت بصورة غير حضارية وبعنف شديد، وإنها لم تؤدي لحد الآن إلى إيجاد بنى سياسية ثابتة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والسياسية، وضرب مثال بأنه هل الأمور في مصر أو تونس أو ليبيا أو اليمن هي أمور مستقرة، هو في وجهة نظره بيعتبرها غير مستقرة، بيعتبرها أمور غير مستقرة، وبيقول كمان أنه المبادرات اللي ظهرت من شركائنا اللي بيقصد أمريكا والغرب في السنوات السابقة لم تنتهي إلى ما كانوا يحلمون به، وبيضرب مثال على ذلك دخولهم أفغانستان إن هم لم يحققوا شيء. طب نشوف من خبر تاني سامي. نعم، يعني متعلق بالفريق أحمد الشفيق. نعم، لبوابة الأهرام، قضية الطيارين كلام فارغ والإعلان عن حزب الجديد خلال يومين وسأعود إلى مصر قريبا. نعم، بوابة الأهرام اتصلت بالفريق أحمد شفيق في دولة الإمارات المتواجد حاليا في الإمارات، سألته حول رده على الاتهامات الموجهة إليه في قضية الطيارين المشهورة، جمعية الطيارين اللي هي خصص فيها أرض أو قيل أنه خصص أرض لنجلاء الرئيس السابق مبارك. الحقيقة الفريق أحمد شفيق قال أن القضية مش يعني قضية كلام فارغ حسب تعبيره بالضبط، وقال ان هو بيتغير، مرة يقولوا ان انا كنت رئيس الجمعية ومرة يقولوا ان انا كنت امين الصندوق، وانه الاتهامات مردود عليها. ولما سألناه عن صدور امر انت الذي اجريت الحوار ولا لا، زميلتنا الاستاذة اميرة هشام هي اللي اتصلت بيه، لما سألته عن هي كانت بتغطي حملته الرئاسية، لما سألناه عن الأمر القضائي بضبط وإحضاره قال إن أنا كنت شخصيا أول لما هوصل المطار هروح للنيابة وأدلي بأقوالي، وإنه هو شايف إنه الأمر ده مجرد إنه استدعاء للإدلاء بالأقوال هو كان هيقوم به لوحده. ننتقل لخبر آخر. طيب أستاذ سامي، يعني عشان الوقت بس، بالتفاصيل تقرير مهم لرويترز، الاقتصاد المصري يغري مستثمري الخليج في ظل انسحاب شركات غربية. نعم، رويترز الحقيقة عاملة تقرير فعلا تقرير مهم جدا عن الاقتصاد المصري والتغيرات اللي بتحصل دلوقتي. رصدت رويترز العروض الكبيرة اللي بتقدمها شركات ومستثمرين خليجيين لشراء أصول مصرية، سواء بنوك أو شركات عقارية كبيرة، معظمها مملوكة حاليا لشركات أوروبية وأمريكية. الحقيقة هي بترجع ده إلى أنه المستثمرين الخليجيين أكثر دراية بديناميكية السياسة وثقافة الأعمال في مصر، وأنهم بعد عام من الإحجام خلال فترة الماضية لعدم الاستقرار في مصر بدأوا الآن يشعرون أن السوق المصري يتحسن وأن هناك جو من الاستقرار قادم، فبدأوا في شراء صفقات كبيرة في مصر، وبيدعمهم في ده أنه الشركات الأوروبية والأجنبية عندها مشكلة في أسواقها المحلية والأزمة الاقتصادية العالمية، فهم بينسحبوا من السوق المصري، إضافة إلى قلقهم طبعا من الأوضاع السياسية في الفترة الماضية. طب شوف خبر تاني أستاذ سامي، متعلق بقضية نجلاء وفا، الرئاسة تقول أن هناك اهتمام شخصي من الرئيس مرسي بقضية نجلاء المعاقبة بالجلد في السعودية. نعم، الحقيقة النهاردة الرئاسة طلعت بيان
قالوا انه الرئيس محمد مرسي مهتم شخصيا بقضية نجلاء وفا، وانه بيتابعها اولا باول، وانه لدى الرئاسة قائمة كاملة بجميع الحالات المماثلة اللي عليها احكام. في نفس الإطار في مصادر دبلوماسية صرحت لبوابة الأهرام أنه الخارجية بتجري فعلا اتصالات مع الرياض لمتابعة قضية نجلاء وفا، وأنه في تحرك على مستوى كبير في هذه القضية، يبدو أنها في طريقها للحل. طب خبر أخير السامي، النائب العام يحيي البلاغ أسرة المشير عبد الحكيم عامر حول قتله إلى القضاء العسكري. نعم، اليوم دي من أهم المحاور الحقيقة اللي بوابة الأهرام غطتها، أنه في بلاغ من أسرة المشير عبد الحكيم عامر الذي قيل وقتها أنه منتحرا. هي بتتهم النظام وقتها بقتله وأنه لم يمت منتحرا. الأسرة كانت تقدمت بالشكوى إلى مكتب النائب العام، وبما أنه كان شخصية عسكرية وذا رتبة عسكرية، النهاردة المستشار النائب العام حول هذا البلاغ إلى هيئة القضاء العسكري. شكرا سامي، شكرا جزيلا. فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الجزء الأخير من طبعة اليوم من داخل أروقة جريدة الأهرام مع ملحق الأهرام والأستاذ عبد العظيم الباسل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مع الجزء الأخير من طبعة اليوم من داخل أروقة جريدة الأهرام. معنا في هذا الجزء الأستاذ عبد العظيم الباسل المشرف على ملحق الجمعة. أهلا بكم أستاذ عظيم. أولا أهلا بيك فندم ومرحبا. أستاذ عظيم، نبدأ بالمناظرة المتعلقة بأكاديمية زويل، يعني ما بين المستشار رجاء عطية والدكتور إبراهيم بدران. هو طبعا حضرتك معروف الصراع الأزلي أو الصراع السابق بين جامعة النيل الأهلية ويمثلها الدكتور إبراهيم بدران باعتباري عضو مجلس أمناء الجامعة، وبين أكاديمية زويل العلمية وطبعا دي يمثلها الدكتور أحمد زويل. الصراع ده قديم لأنه كان جامعة النيل الأهلية أخذت تصريح من المجلس الأعلى للجامعات باعتبارها جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وكانت أقامتها في مكان
في على أرض في 6 أكتوبر. هذه المنطقة تصادف أنه جاء الدكتور زويل بينما نشأت الجامعة وبدأت تستقبل طلاب اللي كانت جامعة النيل الذي كان منسوبة للدكتور أحمد نظيف سابقا. طبعا هي مهتمة بالدراسات العليا، دراسات الماجستير والدكتوراه. جاءت أكاديمية زويل العلمية وتصادف أن هي أيضا تصريحها خرج على هذا المكان. من هنا حدث الاشتباك على مدى سنوات. طب ما لم حدث الاشتباك، يعني ماذا يقول المستشار رجاء عطية وكيف يرد وكيف يرد إبراهيم بدران؟ هو مش حقيقي، احنا جايين يعني ايه، عايزين نقول ان هذا الخلاف لابد ان لا يكون بين الهيئات العلمية بهذا المستوى، ويجب ان يتم حسمه في اسرع وقت لصالح 500 طالب موجودين في الجامعة، من حقهم ان ينالوا درجاتهم العلمية موقعة من جامعة معتمدة ومرخص لها. فالمسألة النهاردة لسه في اطار جدل، بالرغم من المحاكم وبالرغم من اللقاءات المتتالية في مجلس الوزراء وبالرغم من دراسة المشكلة في اللجان العلمية بمجلس الشعب والشورى، الا ان الازمة ما زالت برضو ايضا. يعني نقاط الخلاف يا استاذ، نقاط الخلاف حوالين بيقال ان هذه الجامعة اللي هي جامعة النيل الاهلية جامعة لم تنشأ بتصريح سليم، وهي احد افرازات النظام السابق، وانها مخالفة في اللوائح والانشائها والارض بتاعتها. الجامعة بتاعت اكاديمية زويل، وكان سبق قبل هذا ايام الدكتور هاني هلال على ما اعتقد ايام كان وزير التعليم العالي، حدث هناك اتفاق ان تقول جامعة النيل لجامعة اكاديمية زويل العلمية وتشتغل من تحت سطرها. هذه جهتين علميتين لا يجب ان يكون هناك تعارض بينهم، ولكن الخلاف ما زال محتدا. جامعة النيل متمسكة بأنها الأحق وأنها التي سبقت في الإنشاءات، وأن أكاديمية زويل ما زالت مجرد كلام وما زالت حبر على ورق، وأن احنا الوحيدين لدينا 500 طالب، لدينا 270 واحد يحمل ماجستير، لدينا 30 دكتوراه، ومن حق أكاديمية زويل أن تبحث عن أرض بديلة كما قدر لها أن تنقل من هذا المكان. إلى أي حد ينتهي الصراع أو ينتهي الخلاف لا ندري، لكن رؤيتنا في هذا في أن نجري هذه المناظرة حتى نصل إلى حل قاطع. إما أن تندرج جامعة النيل، يعني أنا هقول لحضرتك إما أن تندرج جامعة النيل تحت أكاديمية زويل العلمية ويصبح كيان علمي واحد ويستقر هؤلاء الطلاب ويطمئنون على مستواهم العلمي، أو إما أن ترحل أكاديمية زويل إلى مكان آخر ونترك الجامعة بمنشآتها التي بدأت وبأرضها التي استقرت وبأوضاعها العلمية وهيئة تدريسها التي تزاول عملها. يعني هذا هو الأمر الذي يركز عليه المستشار رجاء عطية، وهذا ما يمثله الدكتور إبراهيم بدران باعتباره مجلس أمناء جامعة النيل ويطالب مزبوط. به في الوقت الآخر المستشار رجاء عطية باعتباره المستشار القانوني لأكاديمية زويل يرفض كل هذه المطالب ويقول نحن الذين أنشأنا وطبقنا الاتفاقيات كما يجب أن تكون، وإحنا اللي هنبدأ من الآخر أن جامعة النيل تنصهر فينا، وإحنا اللي هنحرص على مستقبل الطلاب، وأن أكاديمية زويل من حقها أن تستولي على الأرض وعلى المنشآت وعلى حتى القروض المعطاة لجامعة النيل. طب ننتقل إلى الملحق الأستاذ عبد العظيم، يعني العنوان الأبرز فيه الشعب يريد معارضة حقيقية. إحنا نهدف بهذه المعارضة الحقيقية، هناك معارضة في الشارع نسمعها من معارضة التيار الليبرالي والتيار المدني، فنجد هناك حزب تحت التأسيس للدكتور البردي وحزب الدستور، ونجد أيضا حمدين صباحي يدعو باعتباره مرشح رئيسي سابق يدعو لحزب آخر وتحالف مدني، بالإضافة إلى المعارضة التقليدية الممثلة في حزب الوفد الليبرالي. أيا كانت طبعا نحن لا نخص ثلاثة بالذكر، طبعا هناك معارضين أفاضل منهم الدكتور عبد الفتوح وآخرين حتى لا نترك اسما فنلام عليه، لكن هذه المعارضة المدنية أردنا أن نصورها في ثلاثتها الكبار لنقول أنه إذا كان النظام قوي وإذا كانت الدولة مستقرة فبالقطع لابد أن تحتاج إلى معارضة قوية. المعارضة لا يجب في رأينا أن تنتهي أن تنصرف إلى الفضائيات، المعارضة لا يجب أن تركز على الجدل السياسي فقط، عليها أن تنزل إلى الشارع مزور. عليها أن تقدم مشروعها، لأنه في قوة المعارضة هي قوة للنظام، وفي قوة المعارضة هي قوة للدولة، وفي قوة المعارضة هي التي تستطيع أن تصنع من نفسها وتصل إلى مقاعد البرلمان. الإخوان المسلمين أو الحزب الحاكم استطاع في فترة من الفترات أن يستغل فرصة انشغال المعارضة بمليونياتها والتيار الليبرالي بالتناحر معه ووصل إلى الشارع، ونحن لا نلومه على هذا، فالانتخابات لها كل الألاعيب التي تستخدم وكل يبارى في جذب أصوات الناخبين، فبنقول لهم إذا كنتوا عايزين معارضة حقيقية أو معارضة اللي عايزاها مصر هي المعارضة في الشارع وليس من خلال الفضائيات. طب ننتقل دكتور زياد بهاء الدين، الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة. الدكتور زياد بهاء الدين كما هو معروف هو عضو مجلس الشعب سابق، كان رئيس هيئة الاستثمار وكان عضو الهيئة العليا للحزب الوطني وكان ابن الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين. فالدكتور زياد بهاء الدين صاحب رؤية اقتصادية وصاحب رؤية سياسية، وأيضا هو عضو جمعية تأسيسية وله من باع في كل هذه المجالات. أردنا أن نستطلع صورته في هذه الحوار أو نرى توصيفه للمرحلة الراهنة. الوضع الاقتصادي كيف يثير؟ صدمنا الحقيقة وقال أن الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة ولابد من التوافق على
بدء الانتاج، جذب الاستثمارات، ترشيد القروض، ترشيد الاستهلاك، حتى نستطيع ان ننفذ من عنق الزجاجه. ويرى ان قرض البنك الدولي ايضا لا يجب ان نعتمد عليه لانه قرض بشروط وعلينا ان ننمي انتاجنا بنفسنا. لا يرى ايضا يعني هو ما بيشوفش مكانه في الحكومه الحاليه لانه يرى ان ينزل الى الشارع، وبيقول ان انا اخشى من اخوانه الدوله ولو ود برضه من وجود معارضه شريكه في الوطن كما اسلفنا في الصفحه. طب خبر ايضا من يعني صفحة الشباب حضرتك، حلم الوحدة ما زال ممكنا. هذا الموضوع طبعا اجريناه مع في خلال اللقاء الكشفي 30 لشباب الكشافة العرب اللي انعقد في الاسكندرية الاسبوع قبل الماضي، والتقينا فيه مجموعة من شباب الدول العربية اللي كان مشارك فيه اكتر من 20 دولة عربية وجرى على ارض الاسكندرية في منطقة ابو قير. الحقيقة اللافت للنظر من خلال او التوحد في وجهات النظر بالنسبة للشباب هو ان يكون هناك وجهة نظر أن حلم الوحدة ما زال ممكن، أن ثورات الربيع العربي كان وقودها الشباب، أن الشباب العربي يستطيع أن يتخطى خلافات الأنظمة ونظام الحكومات ويستطيع أن يقيم فيما يسمى اتحاد شبابي عربي من المحيط إلى الخليج، وهذا ما عبرنا عنه بأن الوحدة قد تكون قادمة. طب في صفحة الجديدة دي صفحة خدمات بنقدمها أول مرة حضرتك. شفتها وظائف ومشروعات بنقدمها الأول مرة في محاولة للمساهمة في حل أزمة البطالة وفي محاولة للتفاعل بيننا وبين الشباب، لأن طبعا الشباب النهاردة منصرف للنت ومنصرف للوسائل الإلكترونية وبيترك الصحافة الورقية. حاولنا ان احنا نجذب اكبر قدر من الشباب عن طريق فرص العمل المتاحة، عن طريق المشروعات نقول هي فين موجودة، الشركات اللي هي في المسابقات اللي بتتم ازاي. نمرة اتنين بنقول يعني اعلان مجاني، مش اعلان مجاني، هي القصة انه في تفاعل برضو. النهاردة انا محتاج الخدمة للناس، لما اقول له النهاردة انك انت عندك مؤهلات كذا فننطلق لشركة كذا، فده يبقى برضو ايه. طب خصوصا برضو الشباب، يعني هناك خبر يعني في البوابة ايضا تشغيل الشباب بالجيزة نموذج للعمل الوطني. يعني دي تجربة شبابية موجودة في بعض الشركات طبعا فعلا تحققت، وقلنا من واجب هذه الشركات ان تفتح الابواب للشباب، انما برضو هذا الشباب ازاي يقدر يعمل صناعة عطور، يقدر يعمل صناعة صابون، بالإضافة إلى أن الأماكن السياحية التي يقودها الساحل في مصر أو يقصدها السائح في مصر بنديله عنها نوع من التعريف. صفحة المرأة أو الصفحة الستة فيها موضوع أكثر لطافة في دراسة للمجلس القومي. المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقول إنه هل ممكن تكون البنت ضرت أمها وهي بنتها الحقيقية؟ هو مش مقصود من الضرة المنافسة على الزوج، ولكن هي صراع على جذب اهتمام الزوج وعلى جذب حبه. معروف طبعاً عقدة أديب الشهيرة، الميل للأب الابن يميل لأمه والبنت تميل لأبيها، وزي في الشعر اللي أنا الحقيقة النهاردة بات ملحوظا ان البنت دايما هي اللي تلبس ابوها، هي اللي تحاول ان هي تختار له مش عارف ايه، هي اللي تحاول ان ترفقه في مشاوير، دي بتعمل عملية ازعاج للزوجة. فالى حد ما كيف تستقيم العلاقة بين البنت وامها في منطقة الصراع على حب الاب. بايضا بوابة الاهرام لا تنسى ذوي الاعاقة الخاصة، ذوي الاعاقات الخاصة الحقيقة عندهم حلم واحنا نتمنى انهم يحققوا طالبنا فيه، اللي هي انشاء نقابة لذوي الاعاقة او اتحاد، ده حلم طال انتظاره لان هذه الفئة ليست قليلة، عددها كبير جدا، مطالبها مشروعة ونحن اسقطناها من اعتبارنا. نصل الى الخبر الاخير ده، ناخد خبر اخير، ناخد خبر اخير، انهيار فن الفكهاني ده يا استاذ. انهيار فن الغناء الفكاهي في مصر اللي بدأ احمد عدوية وانتهى بوليف، ان اصبحت فن فيه شعبي، انخلط الفن الشعبي بالفن الفكاهي، وده طبعا في فرق كبير جدا بين فن الفكاهي وفن الاسفاف وطرحين بعض القضايا وكيف نصوب هذا الفن المضمون. ايه خبر تاني كده في إيه؟ بقى هل كان عرابي بطلا وزعيما؟ في عجالة سعظيم. أردنا من هذا الكتاب اللي هو تأليف الأستاذ عايدة العزب موسى وعرض الأستاذ مصطفى سامي، هو النهاردة بعد 131 عاما من الثورة العربية بنطرح هل كان عرابي بطلا وزعيما أم لا؟ شركاء عرابي بيعرضوا رأيه في الثورة ودوره في الثورة العربية ومن تحمل العبء الأكبر ومن لا يتحمل، ولكن في النهاية تبقى زعامة عرابي عنوان على الوطنية والشرف دائما. شكرا استاذ عظيم للحديث عن الزعيم احمد عرابي. نكون قد وصلنا الى محطتنا الاخيره في طبعه اليوم من سكرتير التحرير من داخل اروقه جريده الاهرام، فشكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.